السلام عليكم. اليوم راح نشوف كيف نغسل ايدينا بصابونة ستي لحتى نحمي حالنا من الفيروسات، وخصوصا من فيروس كورونا اللي اجى على الاردن وكل البلاد العالم. اول شيء بنفتح المي، بنغسل الصابونة، راح نسكر عشان ما نكون نستهلك في المي، حتى نوفر نقتصد بالمي. اول شيء بين الاصابع هيك راح نعمل، وهيك كمان على الاثنين، وبعدها من هون هيك، لانه فيها كتير جراثيم بكون بفوت عليها اوساخ هيك، وبعدها هيك كمان، لانه البهام ضروري يتغسل كتير. كمان الايد من هون، وبعد ما نخلص نفتح المي ونغسلها. طبعا ما لازم نفتحها كتير. وهلا راح نغسلها، راح ننشفها بالبشكير. وشكرا لستي، شركة ستي، أن قدمت لنا هاي الصابونة والمساعدات اللي هي قدمت لنا اياها، وبنرجع نقول شكرا لشركة ستي.